السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. قبل البدء في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، نود التنويه هنا إلى أن قناة الرافدين ستنتقل إلى تردد جديد وهو 1.0727 أفقي على مدار القمر نايلسات. نكرر التردد مرة أخرى، 1.0727 أفقي على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم على هذا التردد الجديد والانتقال إليه لمتابعتنا في كل جديدنا. نبدأ في أول فقرة لدينا مشاهدينا الكرام، ونتابع مع حضراتكم مسعفة عراقية في ساحة التحرير وسط بغداد وهي تهتف ضد إيران وتطالب المتظاهرين بالهتاف ضد إيران وميليشياتها وعدم الخوف منهم، فلنشاهد. طبعا بعد هذه الهتافات وبعد أن برزت في ساحة التحرير كواحدة من الناشطات وكذلك باعتبارها مسعفة، وبعدما حثت المتظاهرين على ترديد هتافات ضد ميليشيا حزب الله وإيران، قامت هذه الميليشيا بطعنها بالسكاكين، حيث أصيبت المسعفة في المقطع السابق في ساحة التحرير وسط بغداد، أصيبت بجروح بعد الاعتداء عليها من قبل عناصر من الميليشيات التابعة للأحزاب، فلنشاهد. أنه ناسنا كارثة كبرى في ساحة التحرير لإحدى الدكاترة اللي تعالج هنا. سلام عليكم أختي. شنو اللي صار وياك؟ شنو هذا الجرح؟ جرح على المغاسل وطبق عليه 2 ملتمين. نعم. ضربوني وقالوا لي بعد بالساحة ما تبقينه. اتصل على القوات الأمنية يقول أنا ما أدخل ساحة التحرير، اتصل على الإسعاف يقول أنا ما علي أتصل بالقوات الأمنية. لا إله إلا الله. فأقول له عمي يا حكومة إحنا إلى من نتجه؟ يعني إحنا متسبين وما تضربونا وتروحون على شو اسمه؟ يعني وين تروح؟ على حساب ابو بوم، يعني ثاني وين اروح؟ باو 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 باو، وين تروح هاي الناس؟ هاي العوائل اللي هنا وين تروح؟ يعني هاي الكفاءات الدكاتره، شوف الاحزاب، قذاره الاحزاب، قذاره العصابات، قذاره الحكومه، قذاره ابو الاسعاف. ياوي خابروا له يقولوا له ما يقولوا مالك غلط، منا قائد عمليات ما يخلي الاكل يطب بساحه التحرير، ادري ولكم يهود. عمي الخلفكم كتل الإمام الحسين ترى، والرز دساس لعنة الله عليكم قسما بالله، لن نكل ولن نمل آخر قطرة آخر قطرة، وهاي الدماء بشارب كل إنسان شريف شارك المنشور. تابعتم ما يتعرض له العراقيون عندما يطالبون بحقهم. دعونا نشاهد التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت على هذا المقطع في موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي. في أول تعليق لدينا صفاء تقول، صفاء عبد الكريم تقول: امرأة بألف رجل، الله يشافيك بحق الحبيب محمد. في تعليق آخر سحر تقول: مو رياجيل والله، تعتدون على امرأة مسكينة. وكذلك ضمن التعليقات حسين يقول: ألف الحمد لله على سلامتك، يروح لك فدوى إيران وكلابها كلهم شلع قلم. وفي آخر التعليقات حول هذا المقطع علي البحر يقول: فدوى ربي يحفظها إن شاء الله، وإن شاء الله راجعين بقوة، بس خلي يخلص الوباء. هذا كان جزءا يسيرا من التعليقات التي وردت على هذا المقطع على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي جراء طبعا الاعتداءات المستمرة، وكذلك كما استمعتم في المقطع تواطؤ القوات الحكومية. في مقطعنا الثاني حال مدينة الناصرية في ظل حكومات الأحزاب الفاسدة كما يصفها العراقيون، التي دمرت الواقع الصحي في العراق منذ 17 عاما حتى أصبح سعر أنبوبة الأكسجين ب400,000 دينار عراقي في محافظة ذي قار، ويباع كذلك في السوق السوداء، في وقت تعاني مستشفيات المحافظة من نقص حاد بالأكسجين الطبي ما تسبب بوفاة الكثير من مصابي فيروس كورونا، فنشاهد. دينار هاي الناصرية اللي بيها رئيس الأمانة من الناصرية عادل عبد من الناصرية، 13 نائب من الناصرية، العراق كله من الناصرية، وهاي الناس جاية في سبيل الحسنة بطل الأكسجين ما يبقى لنص ساعة. وينكم النواب؟ وينكم؟ هذا خبر طارق
رجال يشتغل تبريد ما سيارة، تعال طالب تعبود تبريد ما سيارة نايم جاب وجه. هذا حل هذا ما تستحون انتم يا اساسا ما تستحون، مو عيب عليكم للناس اللي تجي العالم تدور بطالة. عندنا شباب راحت الرمادي، عندنا شباب تعال، عندنا شباب راحت الكربلاء تجيب، عندنا شباب راحت للبصرة. هذا حال، هذا حال، هذا حال، هذا حال. شوفوا رجعنا بابور، واضح بابور السلام، ما عيب عليكم ما تستحون ما تخجلون يا اساسي. بس انتم منيكم شرف، منيكم غيره، عندكم غيره، عندكم شرف. حسبي الله ونعم الوكيل عليكم وعلى على جابكم شحت السوداء اللي جبتكم. شوف الناس، هاي الناس اللي عنده عمل واللي نايم واللي يجي هسه نايم. رجال مسلم جاب البطل، جاب البطل ما شاء الله، جاب البطل ما شاء الله. سدك بابور حجينا. السلام عليكم. هاي جيتك من ناصري؟ من ناصري احنا عندنا مريض بالمستشفى وندور من الصبح لهسه اوكسجين ماكو، ووصل 400,000 وما حصلنا. هسه انت بالشطره، وهسه احنا جينا احنا دبرنا لك بطلين. هاي ناس الخيره ما قصرت، هاي الشرفاء، هاي الشرفاء. 400 وصل، 400 وصل وماكو نتيجه، ماكو 400,000. دعونا نشاهد التعليقات التي وردت حول هذا المقطع. في أول تعليق لدينا محسن يقول: والله عملكم اللي جاي تقدمونه لأهلكم وناسكم، لو يجمعون عمل النواب والمسؤولين من سقوط النظام إلى الآن ما يقدرون يسوون جزء من اللي قدمتوه، شكرا لكم ولجهودكم. في تعليق آخر أثير يقول: أدري كلها قالت جبنا معامل مع الأكسجين للمستشفى، وين صارا؟ وكذلك في تعليق آخر لدينا قدس يقول أو تقول: أدري الأكسجين هم صار بيد الأحزاب، دولتي إيش هاي، والله حتى عيب يسموها دولة وحكومة. وفي آخر التعليقات لدينا بسمة تقول: هاي الميليشيات الله يدمرهم حتى يتاجرون بأرواح الناس. أصبحت أرواح البشر في العراق تجارة بالنسبة لكثيرين، خاصة ممن هم داخل السلطة ويتمتعون بالمناصب ويتمتعون بالنفوذ، أصبحوا يتاجرون حتى بدماء الناس الأبرياء. بعد أن أثبتت الحكومة ووزارة الصحة فشلها في إدارة أزمة كورونا في البلاد، مواطن من مدينة الفلوجة طالب العراقيين بدعمه ببلازما الدم لعدم وجود فصيلة دمه تحديدا في محافظة الأنبار. استجاب له أحد العراقيين من مدينة الناصرية وجاء من مدينته إلى مدينة الفلوجة ليتبرع ببلازما الدم، في مشهد يجسد روح التآخي بين الشعب العراقي الواحد. رغم كل الظروف التي مر بها العراق ما زال شعب العراقي متوحدا. فنشاهد بعد المناشدة من أخونا إدريس الراوي من الفلوجة خصوص الحالة الحرجة اللي عندهم، عندهم مريض مصاب بالوباء، كفاكم الله شر الوباء، حالته حرجة، يعني صعوبة الحصول للبلازما حتى ببغداد صعبت عليهم. صار لنا 3 أيام ناشدنا أهل الناصرية، قال إخواني فزعتكم محتاج بلازمة، قلنا لا صار إن شاء الله الناصرية ما يقصرون. والله شاه صار اليوم رابع دور بلازمة، والبلازمة شوية فصيلة ما تتحصل، بيزال شوية بها صعوبة حصول الفصائل البقية، والحمد لله حصلنا المتبرع أخونا أبو حيدر ما قصر، تقريبا الساعة 12 بالليل كمل التبرع، وجهود مشكورة الشيخ حيدر إسماعيلي ما قصر، وإن شاء الله متوجهين للفلوجة الآن قريبين إن شاء الله على سعة الفلوجة، هسه عبرنا بغريب تقريبا قريبين على الفلوجة إن شاء الله مسافة 10 دقائق وواصلين الفلوجة. الأخوة منتظرين بسيطرة الصخور إن شاء الله نسلمهم البلازما ونرجع للناصرية. دعواتكم. الله يوفقك إن شاء الله أبو الحسن، أنت وجميع البادرين بهذا المشروع كله، مصطفى يحفظكم من كل مكروه إن شاء الله. فنتابع التعليقات التي وردت حول هذا المقطع. ياسر المشهداني يقول: والنعم منك ومن أهل الناصرية الطيبين، هذا حال العراقيين الأصلاء الذين لم تستطع كل مخططاتهم الطائفية ومحاولات التفرقة أن تؤثر فيهم، يقصد بالنسبة للسلطة. أهلا بك بين إخوتك في الفلوجة وبارك الله فيكم. في تعليق آخر عبد الرحمن يقول:
والله والثلث تنعام من أهلنا أهل الجنوب، نسخة منا إلى ذيول إلى الذيول، خلي يشوفون أنه لا فرق بين السنة والشيعة، الكل إخوة. وفي تعليق آخر محمد الموسوي يقول: والنعم من ولد الملحة ولد أمه الصابة، والله أهل الجنوب ما عليكم زود، وأسأل الله أني يبدل حالكم بأحسن حال، لا أنتم لأن أنتم ما تستاهلون إلا الخير، وإن شاء الله فرج قريب من الله ومن المحسنين بإذنه تعالى. وفي آخر التعليقات أبو فرح يقول: الله يحفظكم ويوفقكم ويديم المحبة والمودة بين كل العراقيين. طالما اتبعت أحزاب السلطة وحكومات ما بعد الاحتلال مبدأ فرق تسد، هو المبدأ الذي اعتمدته في بداية الاحتلال وأثارت فتنة طائفية، ومع هذا أثبت العراقيون أنهم لم يتأثروا بهذه المحاولات ولن يتأثروا حتى في المستقبل. نعم كانت هناك هفوات وأخطاء، لكن الشعب نهض مرة أخرى وأثبت كلمته على الأقل في ثورة تشرين الأخيرة. بطريقة تهكمية مواطن عراقي يشكو من تردي الكهرباء في العراق وتعطل الأجهزة المنزلية بسبب الانقطاع المستمر للطاقة الكهربائية. دعونا نشاهد هذا المقطع. عم ولو الحكي ما يفيد، يقولوا بالمثل الحكي ماكل الثور. عم جماعة الكهرباء، امشي عليكم حصان الحمزة، امشي عليكم الأنبياء، امشي عليكم الأئمة. عم لا ترمشون علينا، عم خربتوا أجهزتنا. إيه ما افتهمناها ساعة بساعة، نص ساعة بنص ساعة، كل ساعة ترميش. عم وخرب، لا ظلت عندنا لا بنكة، لا ظل عندنا تلفزيون، لا ظل عندنا جهاز. عم طفوها، اما شعليكم حصان الحمزة طفوها وخلونا نحير برواحتنا. هاي مهفة نهف بيها، وبكارتونات وبمهاف نهف بيها، وبالليل نشعل فوانيس. انتم عم رجعتونا قرين، رجعتونا لي ورا. واقلكم واقل للناس، عم من هسه خافني يشح بالسوق، خافني يشح بالسوق، لو سعره غالي. وردونا للفانوس حكم الملالي، ردونا للفانوس حكم الملالي. ومرة ثانية امشي عليكم حصان الحمزة، امشي عليكم حصان الحمزة، لا ترمشونا بعد بالكهرباء، طفوها وخلونا احنا نحير برواحتنا. طبعا في مقطع آخر وهو مشابه لهذا التهكم الذي خرج به المواطن العراقي، نشاهد مجموعة من الشباب العراقيين وبطريقة تهكمية أيضا يصفون المأساة وحجم المعاناة التي وصل إليها العراقيون، فنشاهد. والله العظيم، والله العظيم رجعتونا للعصر القديم، كل شيء ما خليت علينا، لا كهرباء اكو، لا ما يكو، حتى هدومنا خدتون من عندنا. ايش خليتوني؟ ما ايش خليتوني؟ الله قبيكم، الله الله قبيكم. امشوا امشوا، قتلنا جوع جوع قتلنا. طبعا يعني في العراق انفقت الحكومه، او تقول حكومات ما بعد الاحتلال، انها انفقت اكثر من 50 مليار دولار على قطاع الكهرباء، والمواطن العراقي وصل الى هذا الحال المأساوي في ظل هذه الحكومات. وطبعا هذه الاموال لو كانت فعلا انفقت على قطاع الكهرباء لاستطاع العراق ان يبدا بتصدير الكهرباء الى دول الجوار. دعونا نشاهد التعليقات التي وردت حول هذا المقطع. قاسم يقول: والله بلوى دول الجوار بنت ناطحات السحاب خلال 3 أشهر واحنا كهرباء ما عندنا. وفي تعليق آخر لدينا أبو شهاب يقول: بيوم الانتخابات ما طفت، بقت مستمرة وجميع المناطق، يعني الكهرباء تكفي جميع المناطق وكل العراق ما طفت، ليش هيك يسوون بالشعب؟ اتقوا الله بهذا الشعب. في تعليق آخر لدينا وميض العراقي يقول: والمصيبة اليوم العراقي يسدد ديون الكهرباء لإيران، وهي وين هالكهرباء؟ يتساءل وميض. وفي آخر التعليقات لدينا صادق يقول: أكثر حكومة تكره شعبها من بين دول العالم هي دولة العراق، يعني حاقدين على شعبهم بأعظم ما يكون، والدليل إهمالهم لجميع قطاعات البلد والركض وراء أو خلف الأجنبي لإرضائه. إذن كانت هذه جزء من التعليقات مشاهدينا الكرام حول هذا الموضوع. وكما قلنا قبل قليل، الكهرباء في العراق هي أزمة مستمرة منذ الاحتلال ولغاية هذه اللحظة، رغم حديث الحكومة على إنفاقها لعشرات المليارات. نعود بعد قليل.
في فقرة أنت ترى، وهي فقرة أو خدمة تقدمها قناة الرافدين للمتابعين الكرام، مقطع مصور وردنا عبر خدمة أنت ترى. محتجون قاموا بقطع الطريق الرئيس بين محافظتي ميسان والبصرة بسبب قلة تجهيز الطاقة الكهربائية وانقطاعها المستمر بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في عموم البلاد دون حلول حكومية تذكر. فنشاهد. الآن قطع الطريق الرابط من محافظة ميسان مع محافظة البصرة قبل ثوار محافظة ميسان. عشرة سبعة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام بفقرة خبر مفبرك. طبعا تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على أنه احتراق لمصرف الرافدين في العاصمة بغداد، لكن الحقيقة هي نشوب حريق داخل مخازن للأصباغ في منطقة الكرادة في العاصمة بغداد. فنشاهد المقطع الذي قيل عنه أنه لاحتراق مصرف الرافدين في العاصمة. هذا حريق صباح يوم الخميس 9 شرعة شاحة الفردوس، احتراق مصرف رافدين. إذن كان هذا المقطع الذي تم تداوله على اعتباره أنه المقطع المعني باحتراق مصرف الرافدين في العاصمة بغداد، لكن الحقيقة غير ذلك. نعود بعد قليل. لدينا فقرة صندوق الوارد مشاهدينا الكرام، وهي فقرة أيضا وبإمكانكم أن تشاركونا من خلال صفحة القناة على الفيسبوك أو في موقعنا الإلكتروني أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تمتلكها قناة الرافدين لإرسال رسائلكم إلينا. طبعا هناك مناشدة أرسلت عبر بريد صندوق قناة الرافدين، وهو مناشدة أطلقها يقول صاحب الرسالة نصا نقرأها مع حضراتكم الآن. السلام عليكم، مناشدة أطلقها عبر قناتكم لتأجيل امتحانات السادس العلمي، وذلك بسبب خوفنا من الإصابة بفيروس كورونا، أرجو إيصال صوتنا. دائما ما ترد مشاهدينا الكرام رسائل عبر منصاتنا الإلكترونية، مناشدات كثيرة من العراقيين، وتحديدا الآن في ظل أزمة كورونا التي تعصف بالعراق، وفي ظل صعوبة الكثير من الطلبة من أداء الامتحانات النهائية بسبب خوفهم على حياتهم، وهو أمر منطقي في بلد منهار فيه النظام الصحي. نعود بعد قليل. في فقرة الهاشتاج أطلق ناشطون ومدونون في مواقع التواصل الاجتماعي وسم رجعوها، الذي سرعان ما تصدر للترند العراقي بعد 3 سنوات على استعادة القوات الحكومية مدينة الموصل، وما زالت منطقتهم القديمة أو منطقة الموصل القديمة كما تسمى تبدو وكأنها تلة ضخمة من الأنقاض. وطلب الناشطون من خلال هذا الوسم إرجاع مدينة الموصل إلى أهلها وإلى سابق عهدها كما كانت، وإعمار المدينة التي تدمرت من جراء العمليات العسكرية. دعونا نشاهد التغريدات التي وردت على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي رجعوها. مصطفى يقول: على جراح الموصل رقص الكثير، وتسلق النفعيون بمشاريعهم الخداعة، فغرسوا خناجرهم في خاصرة المدينة وأهلها، وتركوهم كالذبيحة التي ترجو الرحمة فقط. في تغريدة أخرى زيد يقول: البعض يرى دمار الموصل فرصة دسمة للمقاولات والاستثمار لإعادة الإعمار الفعلي، يجب تجريد الموصل من المكاتب الاقتصادية التي تتبع الأحزاب الفاسدة وإخراجها من المدينة، وإعطاء الفرصة لرجال المدينة في إعادة الإعمار.
في آخر التغريدات لدينا، زيد يقول: الموصل كانت المحافظة الأولى من حيث النظام والنظافة، كانت قبلة للسياحة في العراق، رجعوها لأنها تستحق. إذن بعد 3 سنوات مشاهدينا الكرام، وبعد حد المؤتمرات التي عقدت ومؤتمر إعادة إعمار العراق في الكويت، وهذه الأموال التي قيل أنها أنفقت لإعادة الإعمار، لم يرى أهل مدينة الموصل تحديدا في جانبها الأيمن وكذلك كما تسمى الموصل القديمة أو الشكل بشكل عام مدينة الموصل، لم يشاهدوا أي إعمار، ولا تزال الأنقاض تحتفظ تحتها بكثير من الجثث. نراكم بعد قليل. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة رافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. في مجموعة من المقاطع بعد الهاشتاج، بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا في تركيا قراراً يلغي ضم آيا صوفيا كمتحف، أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوماً يقضي بتحويله إلى مسجد، فنشاهد. في مقطعنا الأخير، مجزرة سربرنيتسا هي مأساة عمرها 22 عاماً من أفظع جرائم الإبادة الجماعية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. بعد التغلغل الصربي في شرق البوسنة والهرسك سنة 1992، أصبحت سربرنيتسا من المناطق المستهدفة من قبل الصرب، حتى نجحوا في دخولها بداية يوليو تموز عام 1995 لتبدأ حينها المجزرة. قتل جماعي واغتصاب وتهجير لمدنيين وعزل وإعدام للأطفال والرجال، لنشاهد معا. سربرينيتسا مجزرة عمرها يزيد على 20 عاما، ما يزال ضحاياها يدفنون حتى اليوم. المأساة الأليمة تتجدد كل فترة مع التعرف على هويات الضحايا واكتشاف جثث في مقابر مختلفة نتيجة محاولة متعمدة لإخفاء معالم الجريمة. مجزرة سربرينيتسا من أفظع جرائم الإبادة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. قتل جماعي واغتصاب ضد مسلمي البوسنة وقع خلال أقل من أسبوع. آلاف الرجال والصبية لقوا حتفهم بعد عزلهم عن عائلاتهم ونقلهم إلى مواقع مختلفة لإعدامهم. كثير من المدنيين هجروا من المنطقة.
استهداف البلدة كان جزءا من توابع سقوط الاتحاد اليوغوسلافي، حيث أعلنت البوسنة استقلالها وبدأ الصراع بين الأعراق المختلفة في المنطقة للسيطرة على الأراضي. حينها أراد الصرب تطهير شرق البوسنة من المسلمين لتكوين دولة متجانسة عرقيا. المجزرة دليل على فشل جهود حفظ السلام الدولية، لا سيما أن البلدة كانت تحت حماية الأمم المتحدة، وكانت هناك وحدات هولندية تابعة للمنظمة في منطقة بوتوتشاري لم تحمي المدنيين الذين لجأوا إليها. نحو 20 شخصا أدينوا لدورهم في مجزرة سربرينيتسا، كما وجه جزء من اللوم إلى الأمم المتحدة والحكومة الهولندية. متى تنتهي فصول هذه المأساة؟ بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أنا أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة. وقبل الختام وقبل الوداع، نذكر مشاهدينا الكرام أن قناة الرافدين ستنتقل إلى تردد جديد وهو 10727 أفقي على مدار القمر نايل سات. نكرر مرة أخرى، 10727 أفقي على مدار القمر نايل سات. يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم والانتقال على هذا التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. والآن نقول إلى اللقاء.